اختار الأنسب له أكيد ولطبيعة جسمه. اليوم رح نتعرف على نوع جديد من هذه الرياضات وهي رياضة الجدار مع الكابتن علي الغيلان. أهلا وسهلا فيك كابتن، نورتنا من جديد. هلا والله إيمان، كيف حالكم؟ طيبين؟ تمام. كابتن، طبعا حابين نتطرق لهذه الرياضة. الحلو أنه في كل مكان الشخص يقدر يسويه، هل مثلا نقول لكافة الأعمار بعد؟ ممكن. هذه الرياضة آمنة جدا لأنها راح نستخدم الجدار وراح نستخدم بوزن جسمنا، وبرضه في تمرين راح أعطيكم إياه إذا كان في أوزان خفيفة مثل ما هو موجود. حلو. أو حتى اللي ينوب عن الأوزان. الميزة الرياضة هذه إنه إحنا نقدر نسوي أو ندرب كل الجسم عن طريق التمارين، وتحافظ على التوازن بعد جداً. كان في بعض التمارين إذا تطور الموضوع قادر عليها. بالضبط، نقدر نسوي تمارين توازن. أنا أعطيكم بعض النماذج البسيطة اللي تفتح آفاق المشاهد بحيث إنه يقدر يمارس الرياضة بكل متعة وبكل إنسيابية. حلو. من ناحية المدة، هل المدة تختلف عن باقي الرياضات ولا لا؟ هي تقريبا نفس فكرة المدة. اللهم أن عامل الجدار دخلنا بحيث إنه كل بيت فيه جدار طبعا، فحنا ودنا نخلي الأدوات اللي موجودة في المنزل هي اللي تحفزنا على الاستمرار بالرياضة. هذه الفكرة. حلو. بالنسبة لهذه الرياضة، هل تنصح مثلا ندخلها بشكل يومي مع أي رياضة نعملها، ولا من نوع التنويع؟ لا، خلينا من نوع التنويع أفضل. ليش؟ لأنه يعتبر مكمل، وبرضه في تمارين كثيرة في البيت نقدر نسويها، لكن نضيف للمشاهد اللي قاعد يتدرب في البيت يعني برنامج جديد بحيث انه ما يمل، لان تعرفين تعدد الخيارات تخلي الشخص يختار هذا 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 ما يمل. صحيح. كوتش، نبدا معاك ونتعرف اكثر على رياضة الجدار. بسم الله. طبعا رياضة الجدار موجودة في المنزل، وحنا نبغى نسوي التمارين من الخفيف الى الاعلى. اول شيء راح اعطيكم التمارين بالشكل هذا، نحافظ على اللي هو استقامة الجسم كامل، الظهر على الارض، ونسوي نزول اللي هو نزول نزول الرجل 90 درجة. طبعا هذا التمرين هو ثبات ومناسب جدا وآمن لكل الأعمار، بس مدة الثبات تختلف من شخص إلى آخر. أنا الحين قاعد أسوي مقاومة للعضلات الرباعية، نبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8، راح نحس بشد قوي جدا في العضلات الرباعية، ونطلع نسوي إطالة بالشكل هذا 1 2 3 4 5. بالنسبة للناس اللي عندهم لياقة أعلى ممكن، طبعا هذه التمارين ممتازة جدا للي عنده مشكلة في الركبة، ووصاها الطبيب انه يخليه يحافظ على اللي هو تقوية العضلات الرباعية المحيطة بالركبة. للناس المتقدمين ممكن نحسب بالشكل هذا 1 2 3، نسوي اللي هو المقاومة على رجل واحدة، بس هذا للناس المتقدمين شوي، وبعدين نريح خليها مثلا 6 عدات في البداية 1 2 3 4 5 6. حلو. التمرين الثاني راح نطلع شوي على الجذع، راح نمرن شوي الجذع نفس الفكرة، ظهري كامل على الجدار واخذ الوزن، حتى لو موجود وزن نقدر نستخدم علب مويه، اي وزن خفيف نقدر نستخدم بالشكل هذا 1. ايش فائدة التمرين هذا عن التمارين الثانية؟ انا قاعد الحين ادرب اللي هو العضلات الرباعية بنفس التمرين الاول اللي قلت لكم اياه، وفي نفس الوقت قاعد ادرب اللي هو عضلات الكتف 1 2 3 4، تمرينين في تمرين نقدر نقول 9 10. لما نطبق التمرين راح نشوفه يعني نشوف ونحس انها فعلا فعالة. التمرين الثاني راح نحط رجلي، طبعا البداية بالشكل هذا، راح نحط رجلي على اللي هو رجل واحدة، ونطلع 1 2 3 4 كلها باستخدام الجدار. نغير رجل الثانية نفس الفكرة 1 2 3. طبعا هذا قاعد يدرب اللي هو عضلات الصدر وعضلات الكتف والعضلات الصغيرة المشاركة في الموضوع، مع تقوية برضو العضلات اللي هو الرباعية. آخر تمرين راح نسويه نحاول نقرب للجدار
بالشكل هذا ونحط رجليني على الجدار 90 درجة، يديني بالخلف أو تحت. طريقة التمرين راح أطلع. طبعا هذا التمرين مناسب ومهم جدا لتقوية عضلات اللي هو الأرداف وأسفل الظهر، وكذلك يشتغل البطن بالشكل هذا. والتمارين طبعا كلها باستخدام الجدار. 6 7 8 9 10. طبعا هذه التمارين باختصار نقدر نسويها في البيت، بحيث ان ايش ندرب كل عضلات الجسم. هذه نموذج بسيط منها. يعطيك العافية كوتش علي الغيلان. حقيقي تمارين بإمكان أي شخص يعملها، والحلو أنه يدخل فيها المقاومة. شكرا لك. إذا مشاهدينا راح نروح إلى تقرير صراحة جدا مهم، وكنا نشوف بالتواصل الاجتماعي بعض الأمهات يستعرضون بفرد شعر بناتهم، هذا غير